مساء الخير متابعينا الكرام، واحنا موجودين معاكم في اسكندريه. وزي ما حضراتكم شايفين، ايوه هي دي العربيه، دي بقت العربيه دي، هي العربيه دي بقت العربيه دي. ازاي استاذ رأفت الراجل السكندري العظيم بيعمل العربيات وبيجمع العربيات من الخرده. تخيل حضرتك معايا، تبقى العربيه جايه متهالكه تماما تماما، وبالمنظر اللي حضرتك شايفه ده، بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده معايا، كل المنظر ده، ويشيل كل الحديد اللي جواها كل ده ويجمعه تاني من الخردة. عربية متجمعة من الخردة زي ما حضراتكم شايفين، متجمعة من الخردة، وترجع تبقى زي اللي حضرتك شايفها دي فابريكا، لكنها لسه جاية من بلدها، لكنها لسه جايه من بلدها بكل كمالياتها وحاجاتها الممتازه. هيكون معانا دلوقتي الاستاذ رأفت اللي هيحكي لنا بقى قصه العمل الجميل ده والصنعه الجميله دي. سلام عليكم، ازيك يا استاذ رأفت؟ حبيبي يا مصر، ربنا يوسع عليك، ربنا يوسع عليك يا باشمهندس. ايه الحاجات الحلوه دي؟ يا باشمهندس الحمد لله، هو اللي انا نيفا، انا رأفت مناع، متخصص في تعديل وتجديد العربيات اللادا نيفا، تمام؟ دي عشق وهوايه. انا كنت شغال في مجال تاني خالص، في التصميمات والديزاين والكلام ده وترجمه الايطالي، بس سبت المجال ده خالص ودخلت في العربيات، لان ده حب وعشق وهوايه. والحمد لله من 2013 شغالين فيها، عملنا اسم كويس، الناس بتجي لنا من بره مصر عشان تعمل عربيات عندنا هنا. يعني السوق واسع مع بره. الحمد لله عندنا ناس، امبارح كان عندي ناس انجليزي، عندي ناس من الاردن، كان عندي من انجلترا برضو الشهر اللي فات، ودي بتاعت عاملين من انجلترا العربيه دي. يعني دي كانت جايه حكومه، جايه حته خرده، العربيه دي تيجي خرده، تمام؟ نبدا نفور العربيه كلها ونبنيها من جديد. من ايه بقى؟ من خرده. من الخرده. من الخرده. يعني احنا بنجمع العربيه من الخرده، من المصدر ده، من المصدر ده، من الخرده. من الخرده. تمام؟ عربيات مهمله مرميه في الشوارع اساسا، عامله زحمه، وكمان بناخدها نطلعها كده بفضل الله. كده كده؟ احنا الحمد لله المصريين مفيش حاجه بتقف معانا. يعني دي كانت فورده تماما، فورده حتت وسقف مفيش معريه، واتجمعت تاني من الفورده. ايوه يعني، وحتى من دي كمان دواخل كمان بتتعالج، حتى الصاج لو انت بصيت جوه كده شويه هتلاقي ده احنا بنحله. اوريه لك في عندي كل ده بيتشال، كل ده بيتشال، اوريه لك عندي كل ده كمان كان مفيش. العربيات تبقى كلها الارضيه دي كلها وتبقى مهريه. انا لو وريت فيديو بس اجيب لك انا صوره العربيه. كان صوره العربيه يعني بالمنظر ده، كانت العربيه يعني كده. يعني بص، حتى الدواخل القوايم اللي جوه بنجيبها ونبدا نعالجها. دي مش باينه، دي ما بتبقاش باينه، ما حدش بيفتح عليها، احنا بنفتح عليها وندخل ليها. تمام؟ الحاجات المقفوله بندخل لها. بقى انت كنت وريتني صوره السقف. سقف اهوت. ده السقف بقى اللي انت وريتها لي بقى. ده ما فيش سقف اصلا. في السقف تماما، انت خليت لها ليها سقف، يعني هي كانت كده. سقف كانت كده في احد المراحل. بعد كده بقت كده. يعني العربيه دي كانت كده، عامل الصاج بتاعها مهري بايظ خالص. بنبدا نعدل ونجدد زي ما انت شايف كده، الحمد لله. تبدا تجمع، نبدا نجمع من العربيه. انا اساسا بنقطع الصاج بتاعها وناخد من الصاج بتاعها نحط فيها. تمام؟ يعني كله من خرده، من خرده. واخد بالك، في الاخر بتطلع حاجه محترمه. يعني بالمنظر ده كده، هي فكرتنا من البدايه تاخد السحر وتبقى كده وكده بفضل الله. هي فكرتنا من البدايه ان احنا نطلع بحاجه معدمه اساسا ومفيش امل فيها، عشان كده نقول ان الامل دايما موجود في اي شيء. تمام؟ مفيش حاجه ما فيهاش امل. يعني بعد كده احنا عربيه ما يرميهاش. ما يرميهاش، لا احنا الحمد لله كمصريين بيبقى عندنا شغل، اجتهد واتعب وهتنجح وهتقدر تطلع الحاجه، بس خلي عندك ثقه في نفسك. الحمد لله انا جبت عربيه من البدايه عشان اثبت للناس ان انا اقدر اعمل، عملت عربيه وخسرت فيها كتير عشان اطلع بيها للنتيجه دي. بدات دلوقتي الناس بتجيلي من بره، يعني الحمد لله. بس ما شاء الله، يعني كانت المنظر ده كانت زي ما شفت كده. لا ده كده، دي ده كده العربيه كويسه كده.
يعني دي في مراحل مرحله المنظر جميل احنا شايفينه اه وده كله لسه هيتنكل العربيه كلها هتبقى نيكل كده كلها تبقى نيكل ما فيهاش اي معجون ولا اي بويه كل ده هيروح كل ده هيروح وتبدا تدق العربيه وتتنعم عشان ما تحملش معجون عشان ما يبقاش فيها معجون اه عشان ترجع العربيه لو واخده معجون البويه بتاعتها مش هتطلع بالدرجه الجمال ده تمام لازم تبقى فابريك تمام لازم يبقى معجون مفيش نسبه معجون خفيفه جدا يعني العربيه دي اللي ورانا دي بالمنظر ده نموذج من النماذج ده نموذج من النماذج شغالين عليه اه اوري لك عايز صاحبها مختار نموذج اوري لك برده ان هي عشان ان شاء الله نصورها مع حضرتك باذن الله لما تطلع يعني دي تبقى نموذج ثاني بس دي برده كانت عربيه هوردا برده اه كله بيجي كده المنظر اللي هو ده شكل كل عربيه ولها تصميم على حسب اختيار العميل هو اللي بيختار الداخل بتاعه ايه الوانه يعني العربيه دي شاشه عرض بنضيف اوتوماتيك ده قديما والغرز بتاعها اللي بيحتاج اوتوماتيك بنعدلها تبقى اوتوماتيك بتاع النور ده اه وعندك هنا ده مرايات كهرباء تحرك كهرباء زراير تمام ضم تمام فالحمد لله بنضيف كل حاجه فيها تكييف باور فيها تكييف كمان معاها فيها تكييف فيها تكييف الا الموديلات الحديثه بيبقى في المعده تكييف والشبكه دي على حسب العميل برضه دي كل دي الاضافات كلها الحامل الاستبن الخلفي كل ده بيكون على حسب العميل ده انت اللي عامله العربيه دي صاحبها اختار النموذج ده دي عشان نصور شوفوها اه هتبقى النموذج ده دي تتجهز عشان تبقى كده بسم الله ما شاء الله ده عالميه اه الحمد لله بتاخد وقت قد ايه معاك شغل تاخد 3 شهور شغل 3 شهور اه من بدايه العربيه لما انت بتاخد 3 شهور شغل وعلى حسب التفاصيل اللي هتعمل ان في ناس بتختار حاجات معينه كلها بتبقى عندي نيت بتعمل حتى الدواخل بنعمل كونسولات وتعديل في الدواخل بتاعتها والفتيس بتاعها وبيتنقل عليها كونسوله بالشكل معين تمام يعني هو العميل بيختار معانا يقول لك مثلا معايا 50000 عايز كذا انا عايز عربيه كذا 100000 عايز كذا اه انا عايز اعلى بوريله النماذج ويختار ويختار هو ايوه يشتغل عليه يعني لو انا مثلا لو في عميل عايز ياخد عربيه تكون كويسه تمشي معاه ويفضل يعني معاه حياته دي الزياره دي كانت من الدكتور من الاردن جاي برضو عشان خاطر يشوف الشغل ده ويعمل عربيه عندنا تمام لو في بقى زي ما قلت لك عميل عايز مثلا ياخد عربيه تعيش معاه تشتغل معاه على طول تمام في حدود كام كده مثلا؟ بس متوسط العربيه 100000 تقل وتزيد على حسب رغبه العميل بس لو قلت ما تقلش في الكواليتي او الاساسيات العربية. الاساسيات واحده كسمكره وبويا تمام الباقي بقى بيختلف في الاسعار في الشغل التاني يعني في حد كماليات كويسه ولا اقصد ان هي لا كماليات كويسه طبعا ال50 ما تمشيهوش على طول لا تمشيه الاساسيات تمشيه صح تمام واما يعني مثلا في عميل كان طالب كاوتش نوع معين طقم الكاوتش كان عامل تقريبا داخل في 50000 كاوتش بس هو مزاجه في عميل تاني في عميل تاني طالب تابلو مرسيدس بطارة مرسيدس تابلو بالطارة دي لوحدها معديين 200000 كل ده بقى انت بتجيبه كل ده بطلب بنضيفه بنشتغل على النموذج اللي انت اختاره احنا كده كده احنا الحمد لله اساسا انا ديزاينر ومعايا ناس اساسا مصممين فبنبدا نشتغل على التصميم اللي هو عايزه العميل ما شاء الله عليك يا باشمهندس انت ثروه قوميه ربنا يعزك يا باشمهندس ربنا يعزك يعني زي ما حضراتكم شفتوا معانا الاستاذ رأفت اثبت ان الايد المصريه تقدر تعمل اي حاجه يلا بينا عايز اوريك العربيه دي بس يعني الحمد لله هتشوف الدواخل بتاعتها والفينش بتاعها يعني التناسق الحمد لله وجوده الشغل والشياكه في الشغل ده لونها احمر صح كده لونها نبيتي مع الدواخل بتاعتها سن فيل صغير يعني بصمه عربيه بصمه شوف الدواخل بصمه اه دي مكلفه كام بقى يا باشمهندس دي مكلفه 100 100000 دي بقى اللي انت قلت عليها دي
دي باشا دي. اه زي ما انت شايف النموذج عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله. والله انت بجد ثروه يا باشمهندس بجد والله. يعني زي ما انت شفتوا معانا الاستاذ رأفت زي ما قلنا لكم ان هو اثبت ان المصري يقدر يعمل اي حاجه. ثروه قوميه بيقدر ياخد العربيه يعني قبل ما تبقى بفابريكا زي ما حضراتكم كده كانت بتجيله كده بالمنظر ده. حته خرده حته حديده بيجمعها من الخرده بيجمعها من الخرده بيجمع العربيات من الخرده زي ما انتوا شايفين. وبتبدا تبقى العربيه يعني كانت العربيه بالمنظر ده اللي انتوا شايفينه المتهالك ده تماما. 3 شهور وتيجي تستلم اعظم عربيه ممكن تركبها في حياتك بايد مصريه خالصه هنا في اسكندريه عند الاستاذ رأفت. تقدر تشتري العربيه اللي انت عايزها او حتى عربيتك ترجعها تبقى احسن من الاول والف مره. ثروه قوميه جميله جدا جدا اثبت بيها استاذ رأفت ان الايد شقيانه طول عمرها كسبانه. ربنا يا رب يديم الخير والسعاده ويبقى كتير من دكتور رأفت. او انا سميته دكتور رأفت لانه دكتور على السيارات بصراحه. ربنا يديله الخير والسعاده ونشوف دايما نماذج جميله زي ده في مصر ان شاء الله. تابعين الكرام، شوفكم في فيديوهات اخرى والسلام عليكم.